يقول السائل يا شيخ، إذا قال الإنسان وهو يصلي وحده في الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود السهو؟ إذا تعمد ذلك وجعل تكبير بدلا من التسميع بطلت صلاته. إذا نسي يقول سمع الله لمن حمده تركه فإنه يسجد للسهو وجوبا، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم.